في جديد ملف التحقيق في قضية الوزير السابق ميشيل سماحة. قرر قاضي التحقيق العسكري رياض أبو غيدة إبلاغ العميد في الجيش السوري علي المملوك والعقيد عدنان مجهول باقي الهوية بعد أن كان سطر في وقت سابق مذكرة إحضار لهما عبر الانتربول. قرر إبلاغهما لصقا في مكتبيهما في دمشق بعدما تم تحديد المكان الذي يتواجدان فيه. وفي سياق متصل طلب أبو غيدة من السيد ميلاد كفوري الحضور أمامه في المحكمة العسكرية في 28 جاري للاستماع إلى إفادته.